شو عدد الناس هما اللي العرض هالدواور شويه كنطلعوا الفوق لتحت عند دوار عمر كنطلبوا من عندهم تريبه حق حتى ولاو هما ولينا حنا كنحشموا من راسنا حق الله العظيم ولينا نحشموا من راسنا كنحشموا كنمشوا على نوقفوا على الناس اليوم قدار حشومه خلصنا واجبنا اللهم حنا ارتحنا وطن حنا رحنا مسلمين حنا خصنا حنا شنو قالوا لنا خلصوا راه كلشي غيجيكم ولكن عامين ونص دابا ما كاين حتى حاجه دابا بغينا الاجابه ديال هادشي صافي هادشي اللي كنطالبوا بحقنا قبل والله عطيهم الحقوق ديالهم وحنا حنا زعما حنا قراب زعما كاين حتى حاجه عندنا الوثائق والوراق ديال البنكه باش خلصنا بالنسبه لهاد المصانع بغينا نعرفوا كيفاش خدامين وهما عندهم قرار ديال الاغلاق وما تمثلوش لهاد ما تمثلش الامر ديال الاغلاق بغينا نعرفوا واش عندهم شي سلطه اللي مدعماهم ولا نعم نعم من كاين من الجماعه كاين من اللجنه المختلطه ديال العماله وما تمثلوش لهذا القرار ديال الاغلاق اذا راه عندهم شي سلطه اللي تدعمهم من الله اعلم عن ساكنه دوار ابراهيمه عامر سلا جماعه عامر تحديدا دوار سيد الحبشي حنا كنعانيو ماشي يلاه هذا العام هذا راه من 2011 وحنا بشكايات كنتوجهوا لجميع الادارات اللي كتعرف في المغرب يعني جمع وصلنا لجميع المستويات درنا احتجاجات واش حنا غنحتاجوا احتجاج باش ناخذوا حقنا ماشي معقول جلاله الملك وصى على الحوار مع الشعب وصى على التنميه القرويه اللي كنشوفوها كتدمر بهاد الوزينات ديال تكرير الزيوت اللي وصلت بهم الدرجه انهم ضدا على القانون وخرقا عن قرارات الاغلاق الصادره عن لجان مختلطه هادو كينشطوا في تكرير الزيوت المحروقه اللي فسدات وانتهت الصلاحيه ديالها كينشطوا في التكرير ديالها بالحرق ديالها بمواد سامه قاتله اللي منها لاسيد سيرفوريك اللي كيعرفوه الناس الخبراء رغم ذلك ولاسيد نيتريك اللجنه المختلطه عملت واحد القرار ديال الاغلاق وفرضت عليهم تحاليل مخبريه تابعه للمختبر الوطني لرصد التلوث التابع لكتابه الدوله هاد الناس ما امتثلوش عطاوهم المده ديال 3 شهور باش يعملوا التحاليل دابا المده ديال 3 شهور فاتت ورجعوا كينشطوا عادي دابا حنا كجمعيه توجهنا بشكايه حضرنا عون قضائي تبت عليهم العمل من بعد الاغلاق جمعيه السيد الحبشي للتنميه المجاليه دابا راه حنا عندنا معاهم محاكمه في القضاء وحنا عندنا الثقه التامه في القضاء المغربي هذا ماشي كنقولوا باش نضغط على المحكمه انما تنوير المحكمه ويشوفوا الضرر للساكنه هاد الدوار سيد الحبشي اللي تم الاقصاء ديالو من اعاده الهيكله بعد استخلاص جميع الساكنه لواحد 3500 كاين اللي خلص 5000 4000 درهم 4000 درهم حتى 3500 درهم وعندي الروسيات باش الناس مخلصه خصنا نعرفوا شنو المشكل اللي قصى هذه المنطقه هذه شنو السبب اللي تقصات وجاو قالوا لنا خلصوا الجمعيه كاينه اعضاء ديال الجمعيه السكنيه البراهمه وكاين السيد الخليفه وكاين لجنه جات من الجماعه وكاين رجال الدرك هاد اللجنه كامله منين جات الناس كتيق في السلطه مشاو خلصوا قالوا لنا خلصوا راكم غتستافدوا لدرجه ان انسان بغى شهاده سكنه تيقولوا ليه سير شوف واش راك مخلص ولا لا جيب لنا التواصل اش من علاقه بالاداره مع الجمعيه السكنيه باه بط عنده باش يعطيني شهاده السكنه قال لي ما خلصتي 70 ما عطيكش شهاده السكنه وبشي 70000 ريال ومشيت خلص 70000 ريال عاد باش عطاني شهاده السكنه تقريبا واحد 15 يوم عاد باش عطاني شهاده السكنه خلص 70000 ريال للجمعيه قلنا بان راه داخل لكم الواد الحار المال حلو جميع المسائل اللي هي ديال اعاده الهيكله غندخلوها لكم الساعه اللي خلصنا 70 قال لي ولا قال لي خارج لكم البلان ملي دخلنا هذا الشيء ما بقاش قال انتم ما حطيتوش ما عندكم لا بلان لا والو سيروا شكيو على راسكم الساعه اللي تنمشيو لعند الجمعيه تيصيفطوا للجمعيه تيقولوا سيروا عند القائد من عند القائد يقول سيروا عند الرئيس ما خلينا في مشينا هاد الساعه هادي راه حنا باقي كنعانيو خصوص من ديال الماء ديال سميتو ها الماء ديال البير هو هذا ديال الشاطو اللي كيشربوا كاع ولاد المنطقه ولاد الحي هو هذا الماء ديال الشاطو لان ما بقاش صالح للشرب صافي لان علاش لان ولاو فيه بزاف ديال الطواليطات فوق 500 سكن ولا ما 400 سكن هي القليله
كل ما ملي كتجي وضروري هذا الماء ديال الزيت ضروري بان راه كتلوث راه كتدخل ضروري هذا هو المشكل اللي كان كنعانيو منه هذا الاسماعيلي محمد دوار البراهمه قرب بالتحديد انفاس مع مسجد العمره عندي اربعه الوليدات والسيده كلهم تضرروا من هذه المساله ديال هذا الرائحه اللي تطلق بالليل ماشي نقول ريحه راه الا قلتي معمل ديال البوطه تفرقع باللي في الليل من 11 الليل الفوق الناس اللي تمشي تنعس باش ترتاح الا حنا غادي نجيو باش نرتاحوا ونوض نوض في الليل مخنوق الا قلت لك شي حاجه اكثر من خانزه يعني انه تحس بالغده الدرقيه ديالك تتفرز واحد الميكروب حار الا شربتي الماء في ذاك الوقيته تتحس بك بانك تشرب حاسك من المرحاض لواحد الرائحه اكثر من البوطاغاز تتهلك المراه هذه دابا 4 سنين وهذا العام الخامس تيديروا الزيت محروقه راه معروفه ما عرفناش كاين واحد لاسيد تيقولوا لاسيد نتريك واحد لاسيد اخر راه كاين احماض اللي تتهلك اولا التربه ثانيا الانفلتراسيون اللي تتوصل فيها المياه الجوفيه وخاصه اننا هذه المنطقه هذه راه فيها لا نفرياتيك اللي تيشرب منها الرباط تيشرب منها القنيطره تيشرب منها تقريبا نص المغرب تيشرب من هذا لا نفرياتيك ديالنا حنايا وإلا وصلت الفرشه المائيه اللي هذاك وصلها التضرر والتسمم هذا شبقات لنا لا من حنايا لا حنا كسكان هذه المنطقه ولا وحدين اخرين غادي تكون عندنا فريمون ان بوين نوار بحال اللي كان المعمل ديال الفلين الفرش اللي كان في سلا في تبرك الناس ديال البيبينيير والناس ديال التيران الفرش اللي تيعرفوه راه نص السكان كانوا مريضين بالامراض ديال الصدريه ما بغيناش نوصلوا لهذه الحاله